بتشوفها كتير على يوتيوب أو بتشوفها كتير على النت في أي مكان أو في أي قناة، بس النهاردة هنشرحها بالتفصيل أو زي ما الأغنية بالظبط اتقالت. نبدأ بالشرح. هو الأغنية دي أو الإنترو ده في البداية كان حوار ما بين آلة القانون وآلة الكونترباس. الكونترباس كانت بتقول نغمة الله. هي أولا الأغنية دي مقامها كورد لا، كورد لا دلالنا معانا سي بيمول، بس دلالنا سي بيمول في مقام كورد لا. الكونترباس كان بيقول لا وتر الخامس، كان بيقول هنا نغمة لا أو الأي، فكان القانون بيرد عليه بيقول سول لا أو جي أي هنا وتر التالت فريت تاني، يعني الوتر التالت ده فاضي بعدين فريت تاني، فكان بيقول هنا وتر التالت وتر التالت فريت وبعدين فريت التاني، يعني الوتر التالت وبعدين الوتر التالت فريت تاني، يبقى
فرقة خامس وبعدين معانا فرقة تاني اللي هو رقم طلاب. Thank you.
التالت على الوتر التالت، فريت تالت على الوتر التاني، بعدين هنا الوتر التالت فريت تاني. تعمل لايك، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد قريب جدا بإذن الله.